بالفضل ديال سيدنا الله ينصرو تمت يعني دستغت الأمازيغية، واليوم ولا عيد وطني، عيد وطني اللي محتفلين به داخل أنحاء الوطن، وهذا شيء جد إيجابي بالنسبة للأمازيغية. واليوم كنحتفلوا بها السنة أسكاسي مباركي، وهذه حفلة لجميع المغاربة والأمازيغ اللي كيحتفلوا بها كل سنة، ولكن هذه السنة الحمد لله هي عندها نكهة خاصة. وشكرا لكم.